لك لا تطلع صوت. اوف يا ربي. شكو. نعم ايمان. محمد ما اريد اضوجك من صباحيات الله، بس خابره من المعهد. شكو صاير شي؟ احنا مدافعين فلوس اركان مال شهرين ويريدون يشوفوك. تمام ايمان، لا تضوجين انتي ولا تبينين شي لاركان حتى ما يضوج. راح ادبر الفلوس باي طريقه. تمام حبيبي تمام. يلا مع السلامه. خير استاذ محمد، فلوس شنو؟ عمي نوري كنا مسجلين اركان المعهد على مود الكليه وما قدرنا ندفع فلوس شهرين، وهسه مخابرين يقولون لازم تدفعون الفلوس اللي عليكم. والله يا ابني شو اقول لك، انا هم ما عندي فلوس، ذاك اليوم دفعت الضريبه كليتها. اي استاذ والله انا هم ما عندي ولا فلس. والله استاذ انت تعرف وضعي، واقع من السطح. استاذ محمد انت تعرف اني والفلوس متعاركين ومتزاعلين، كان عندي بس هالربع اشتريت بيه هذه وهسه دا استمتع بيه. اخوان اعرف وضعكم كلكم، اصلا لو عندكم فلوس هم ما اقدر اخذ منكم، انا بعدي ما مرجع الديون السابقه. لا استاذ شنو هالحكي، والله ترى نزعل واحنا ترى عائله وحده، لا تنسى كلنا نساعد بعضنا، انت تعرف هالشي. الله يحفظكم اخوان، انا راح ادبر فلوس لا تخافون. اخواني صباح الخير صباح الخير صباح الخير. مكتوب هذا شرشبيل شعده بالمكتب ها؟ وقاعد معود هاي شبيك خاطر الله. ما استاذ مضور هنا وسهلا. كنت اتمنى اجي على خير، بس انتم ما تطلعون منا ومع الاسف ماكو خير. والله شو نسوي استاذ مضور، هذا الموجود، احنا قاعدين هنا أنا مستاجرين حبيبي. عفوني لك اقعد عارف يا معود. اهدا عارف عيني، اني ما اريد مكتب تاكسي بمكاني، واصلا المنطقه مو حاجه مكتب تاكسي على مود هاي، رجاء فرغوا المكتب بسرعه. عمو محضر انت تعرف انه اكو بالمكتب مالتك دود؟ لو ما تعرف. ها دود؟ اوه اني كلش اخاف، ما احب الدود. والله يا عمي مهضر احنا هم نخاف منه وما نحبه ابد، لذلك قررنا نجيب دواء ونرش على اطراف المكتب وجمعنا فلوس بيناتنا. تقدر انت همينة تساهم يعني تعاوننا، واستاذ محمد هو راح يجمع لنا. منين طلعت لنا هاي السالفة؟ والله يا دقيقة عمي مهضر، دقيقة شنو هاي اللي هنا؟ الله هذا دودة اكو هنا، دير بالك دير بالك. شنو؟ شنو؟ وين؟ اكو دودة بخدك. وين؟ شو؟ جيب وراي خلينا نشوف. شوف عمو مهضر، شوف شوف اكو دودة بخدك. شوف. راح اموت. عافية يا شباب واخروها منا. عمو احنا ما نقدر نسوي شيء، لان اذا سوينا شيء انت راح تموت. ايش قد لوتي عمي، ترى دايش الدود دايز الجوة. علموني على المستشفى بسرعة بسرعة. ايش صار استاذ مظهر؟ قبل شوية قلت المنطقة ما تحتاج تاكسي، شو هسه فجأة قلت لك تاكسي؟ انت روح ركض على المستشفى لان ما تحتاج تاكسي، اصلا الركض مفيد. انتو تخبلتوا لو شنو؟ اني شلون اركض على المستشفى ركض ها؟ بابا مهضر والله ما اعرف شلون تروح، بس اني اقول لك ترى الدود ينزل جوه. فاني اقول ركض بسرعه لا تضيع وقت، هسه طارت منك خمس دقائق اركض. الدود هجم علي، لحقولي لحقولي ساعدوني. لك يا سنان لك هاي سوالفك هذه. ايش اسوي له يا عم نوري؟ انت كنت مشتري عصاره مال كاكاو دا اكلها بس خليتها بخده. تفضلوا عيني تاكسي لمان وياكم. طبعا عيني طيني العنوان صار هسه ادزلكم عيني. عارف افلت الشارع رقم 46. يلا مقرينو 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 او مقرينو.